تكلم حلو هذا. حتى تكلم عن الوقف الان. احنا الان في يعني ايام فاضله، وهذه من الايام الاشهر الحرم، وكل فيها فاضل باذن الله عز وجل. كل ما انفقت الان نفقه باذن الله عز وجل، الله عز وجل يعطيك، الله اكبر، يعني ويضاعف الله عز وجل، خاصه في هالايام المباركه عندك، يعني شهر القعده والحجه ومحرم ان شاء الله. قبل ان شاء الله نبغى ان شاء الله خلال يعني اسبوع اسبوعين ينتهي باذن الله عز وجل. كذلك فكره سويناها قبل امس في المجلس، يمكن ما حضرت يا ابو راشد، سوينا مسابقه، واللي عد المسابقه قال 200 ريال توضع للوقف هذا، يعني وصدقه جاريه للي يشارك. يا سلام. فهذا يعني نهيب احنا بعيالنا بزوجاتنا باخواننا بخواتنا، اللي عنده فكره اما هديه او مسابقه يعني حطها للوقف، فرصة جميلة خاصة هالأيام هذه. وأنا صراحة طلعت على يعني المنطقة، والله يا جماعة الخير إن الأمر مبكي، يعني حق ما بدي أتكلم بأكثر ما قال الشيخ، والله يعني يحتاجون. يعني اللي ما أنفقت الآن تنفق، يعني الآن محتاجين ننفق الآن، لأنهم والله في وضع ما يعلم به إلا الله عز وجل، من فقر وكذا وحاجة وبذل، وعندهم منهج ما شاء الله، منهج جميل ما شاء الله، هذا وجمعية ما شاء الله مباركة ومرخصة. فالواحد يعني الله الله الآن، الله الله، كل واحد الآن يدرس رسالة، يدرس رسالة، لو أقل قليل 100 ريال ما تكلف عليك يا أخي، والله في لحظة من لحظات تنفقها 100 ريال لك عيالك، خلها يا أخي هذه لعيالك، ترى اليوم ما في عشاء، سلام، أو عشاء خفيف، ترى والله بخليتها لكم في الوقت، والله كلهم ينبسطون. سلام عليك، يا سلام عليك، الله يبقى. يا سلام عليك، الله يجزاك خير. لا شك على كلام الشيخ إبراهيم بعد الشيخ، أنت قلت الصدقة فعلا، يعني الأجداد أيامه ما كانت في أوقاف، الآن الواحد يحط المية ينوي النية بس عنه، عن أبوه، عن أمه، عن زوجته وأولاده، عن جده جدته، خاله خالته، الله كريم، الله يعني يضع على هذا الريال حسنات لا يعني تنقطع. الله أكبر. يا إخواني أنا كنت في القصيم، جيت أمس كذا، والله يمكن ما تابعت خلال فترتي وأنا في القصيم، ما تابعت مواقع التواصل كثير وكذا، فذكروا لي أن في شيء انتشر في تويتر، اللي اللاعب اللي وقف قلبه، كنت سمعتوه؟ صحيح، قبل يومين. أنا قاعد أتفكر يا الربع، قبلها يوم الثلاثاء الماضي، يوم الله يجزاه خير ومنادر يطيبها من طيب الجنة وذريتها وجميع المسلمين، قبلها يا الربع الثلاثاء الماضي، الله يا أخواني شيء قدام عيني يحصل، يعني بعد صلاة العشاء، بعد ما خلصنا من هنا طلعت صلاة العشاء في الطريق، رحت عزي واحد من أصدقائي أبو حاتم، ولده عمره 21 سنة، توفى عمره 21 سنة، عمر الزهور، الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره رضا من رياض الجنة. خلصت رحت عزي واحد أبوه متوفي، تخيل في ليلة واحدة عزيت الولد، عزيت الأبوه في ولده، وعزيت الولد في أبوه. فالموت يا الربع ما يعرف صغير ولا كبير، أنا وأنت بكرة تحت أطباق الثرى، يقدم نفسه شيء، بكرة تحت أطباق الثرى تجيك هالنور يا الله من وين؟ والله الوقف اللي حطيته في المطيلف، هالريال ذا الريال اللي ينتحقره وترميه في السيارة ويمشي ينقطع ما تلتفت له، هذا ممكن هو نجاتك من النار. هالعشرة اللي حطيتها ولا هالخمسة ممكن هي تدخلك، تخليك تختار من أبواب الجنة الثمانية. فرص كبيرة لنا ما دام الله مبقينا على قيد الحياة، ما دام الله سبحانه وتعالى ممهلنا، ما دام الله معطينا العمر، ما دام الله ميسر لنا الأمور. ريال كل الأوقاف، كل الأوقاف اللي جتنا، كل الأوقاف اللي صارت عندنا في القناة، الله يجزاهم خير إدارة القناة كلها، ما في حد تبرع بمليون، أقصى واحد تذكره يمكننا في الخيمة أبو حات 100,000، غيره ما في، كلهم أبو خمسة وأبو عشرة وأبو ريال وانتهت. بس في رمضان شهر واحد 10 مليون، قبل رمضان 3 شهور كانوا طالبين 5 مليون، خلصناها في أقل 20 يوم شيء، ربنا يرحم خير. وكلهم 5, 10, 100, 200, 1,000 صحيح، تكثر الله يعطيك أكثر، لن نأتي أكرم من الله. وهذه وين تروح؟ 10 ريال تحطها تعرف وين تروح يا حبتي؟ 10 ذي تروح للأيتام والأرامل وتفطر.